دايما انت سترايت سيركل، محدش بيشتغل لوحده، لازم نقارن نفسنا بكل الحاجه اللي موجوده. فالتصنيف بيديني فيزابيلتي، ان اكثر من 3.5 مليون بيهتموا بالتصنيف، مشتركين بيقروا الداتا بتاعت التصنيف، والحاجات دي بتبقى موجوده ويشوفوا اسم الكام عليه. فالتالي ان انا ابقى موجود في الورد ديسيشن ليست، يعني لما ابص الاقي رقم 1 و2 و3 و10 هم اسماء الجامعات اللي كلنا عارفينها العالميه، يبقى بالتاكيد ده بياكد ان التصنيف ده حاجه مهمه انا لازم ابقى موجود فيه. اتكلم عن البرفورمانس والبنش مارك، يعني ان انا اقدر اقيس نفسي واقارن نفسي بالجامعات الثانيه. طيب التصنيفات العالميه كتير بيسالني او بيجي السؤال هم هي حاجه واحده بس ولا ايه؟ لا، هي التصنيفات العالميه كتير جدا، لكن زي كل حاجه في حاجات قويه وفي حاجات ضعيفه. فالعالم كله بيهتم الحقيقه في 6 تصنيفات مهمين جدا، اللي هم شنغهاي سي، في تصنيف يو اس نيوز الامريكي، في التايمز البريطاني والكيو اس البريطاني، وفي لايبن اوكرانيا، وفي تصنيف الويب رايتكس اللي هو في اسبانيا. دي اهم تصنيفات موجوده، لكن احنا هنا حاطين بس تصنيفات كل دوله، وحاطين احنا الحمد لله الجامعه ظهرت في اكثر من 50% من التصنيفات. ويمكن تعمدت ان انا ارجع تاني برضه للسنه اللي فاتت والسنين اللي قبلها. ودائما وابدا ان 3 كليات هم اللي حاطين في هذا التميز يعني. ان شاء الله يعني نتمنى باقي الكليات تحذو هذا الحذف ويكون الرؤيه المتكامله. احنا عندنا دائما وابدا ما بيكون في تخطيط مستقبلي لكل الكليات، يبقى في رؤيه لكل الكليات تتجمع هذه الرؤى، وفي الغالب بنجمع الرؤى دي كلها وتنسق في رئاسة الجامعة. نحن إن شاء الله عندنا طموح إن هذه الجامعة تاخد وضعها الطبيعي، لأن هي واجهة لأفريقيا من الجنوب، ويمكن توجيهات القيادة السياسية بوضع أسوان على الخريطة بالشكل المتميز اللي يديها حققها، يديها حققها في إن احنا نشوف هنا طلبة من أفريقيا ومن كافة البلدان الأفريقية، ونشوف يعني مدى التفاعل. أتمنى أن 20 كلية الموجودين داخل جامعة أسوان يكون ليها دور كبير ورئيسي، ونعلم تماما أن إمكانيات جامعة أسوان تسمح بذلك. نبقى عارفين إزاي نعلى، دي مسؤولية، لكن لو مش عارفين مش هنلام، لكن احنا عارفين. فان شاء الله موفقين، وانا سعيد بوجودي معاكم، وسعيد اكتر ان انا شفت ناس انا بحبها، يعني الدكتور حشاد، سيادة اللواء أسامة، الناقد محمد، وتحياتي طبعا لأشرف بيه ماهر ولجميع الزملاء، وان شاء الله نتقابل دائما بصحة وسعادة وخير وتقدم ان شاء الله جامعة أسوان. شكرا جدا. الحقيقه هذه الكلمه التي هي من القلب. واحنا الحقيقه بنطمن سيادتك ان احنا هنا في جامعه اسوان جند من جنودك، وسيادتك منتظرين اي تكليف من سيادتك، ان جامعه اسوان جزء من نسيج المجتمع الاسواني اللي ده الشرف اللي سيادتك عليه. ويمكن ما حدش كتير من الحاضرين لاحظ في ملحوظه يمكن انا لاحظتها، ان معالي الوزير جاي لنا دلوقتي وحاطط شعار جامعه اسوان على الماده بتاعته. ودي حقيقه دي رساله قويه جدا جدا، يعني كل من يشكك في العلاقه ما بين المحافظه والجامعه. وانا بقول سيادتك طبعا احنا دايما نكون عند قوس ظنك يعني. طبعا كل التحيه والتقدير لفخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي راعي نهضة مصر الحديثة. طبعا على كل الانجازات اللي معالي الوزير ذكرها ولسه هتحصل. واحنا الحقيقه احنا في الجامعه هنا لينا دور مهم جدا، وعلى عاتقنا ان احنا نوعي اولادنا الطلاب بكل هذه الانجازات، واحنا الحقيقه بننسق مع المدير محمد حسن ومع القطاع العسكري ان احنا نعمل زيارات لابنائنا الطلاب للمشاريع القوميه ان شاء الله، يعني خلال الفتره اللي جايه طبعا. ده مهم جدا جدا عشان ولما يعرفوا قد ايه الانجاز اللي بيتعمل على ارض مصر. بشكر سياده المعطيه معالي الوزير ان شاء الله. دلوقتي يعني نطلب المجال لاخواننا رجال الاعلام ان شاء الله لو اي في اي اسئله.